بغض النظر عما يجري او النوايا، فكره الوطن البديل فيه خيانه مزدوجه طب للفلسطينيين والقضيه الفلسطينيه. ايوه وانت راجل خبير في هذا الشان، وللمصريين والسياده على سيناء. سيبك من مصر وسيبك من المصريين. انا اتكلم، هو قال كلمه مهمه جدا، قال لك احنا هنحل الاسرائيلي مشكلتها. ما هي دي اللي عايز اتكلم فيه. انا ماليش، مش هقول ماليش دعوه بمصر، احترامنا شديد ومحبتنا لاخواتنا الفلسطينيين. لا انا مش عايز اقول ماليش دعوه بمصر، طبعا انا مصري وده قضيتي، لكن عاوز اقول انا عاوز اناقشها اساسا من زاويه الفلسطينيه، ويكون الخطاب واضح عند الاخوان وعندنا وعند اخواتنا في حماس، واحنا وقفنا معهم وهم يعرفوا يعني وقفنا معهم بكل قوة طبعا. كل القوة الوطنية المصرية عند الحرب على غزة. وأنا قلت أيامها تعبير كان مع جمال عنايت وفي وجود عبد المنعم سعيد، إن شكل البلد بقى عرة في موقف النظام المصري من يعني لكن تعال نتكلم عن وحدة المقياس في كل كلام، وأرجو أن يكون الخطاب واضح. أي كلام عن وطن بديل في سيناء أو في الأردن هذه مشروعات إسرائيلية، وفي دراسات كثيرة وفي كلام كثير قوي. على طول هذا الكلام أي من أي من كان أي من كان في مصر في خارجها في فلسطين في أي حتة في العفريت الأحمر، أي حد يقبل فكرة الوطن البديل فهو، ودي هذا كلام، هذه من كلاسيكيات الثورة الفلسطينية والقضية الفلسطينية، أن فلسطين هي أرض الفلسطينيين فقط، وأن أي حل آخر هو أنك أنت بتحل المشكلة الإسرائيلية، بتحل الأزمة الإسرائيلية على حساب مصريين أو أردنيين وكده. فقضية فلسطين في فلسطين، أرض الفلسطينيين فلسطين، أي كلام تاني بالنسبة لتاريخ القضية الفلسطينية من 60 سنة مش عاوزة كلام. وأنا ما بحبش أستخدم التعبير ده دلوقتي، لأنه في لا في هذه الموضوع بالذات هذه خيانة عظمى، مش عاوزة كلام، خيانة عظمى لأعز القضايا علينا. خطة لتهيئة الناس لاستقبال حماس، هذا الكلام انا ما اعرفوش، خطه اعلاميه. الكلام ده يرد عليه خالد شاطر ويرد عليه الاخوان المسلمين، وما حدش بس يتجاهله، هو الموضوع كده برمته الرجل مضاد للامن القومي المصري. الرجل الذي يتحدث هو رجل من سيناء وناشط وله تاريخ دفع تمن، فهو راجل جدي يرد عليه بطريقه جديه. انا ما عنديش معلومات، لكن هذا كلام خطير، خطير جدا. فاذا كان الاخوان اذا صحت معلوماته، خطير جدا يا جماعه، اذا صحت معلوماته، المعلومات دي على الشاشه وتنزل تويتر وتنزل للشباب، فهذا المكتب اذا صحت معلوماته، ايوه، فهذا المكتب انا لا اتصور ابدا ان يكون خاضعا لجماعه الاخوان المسلمين، جايز يكون تابع للشباك بغض النظر عن نوايا كمان. اي كلام على ان في حد بيهيئ اهل سيناء لتهجير فلسطيني في خيانه مزدوجه للقضيه الفلسطينيه، واطلق عليها خيانه مصعبه وخيانه مزدوجه لتاريخ الاخوان وتاريخ الوطنيه المصريه وحق المصريين في السياده على سيناء. دي مش عاوزه كلام ولا مناقشه. احنا ما بنقولش ان الاخوان منخرطين بذلك، هم عليهم ان ينتبهوا لهذا التحذير. بصي انا ما اقدرش، انا مش الاخوان، الحكومه اذا اللي بتحرر ميدان التحرير مشكوره، عايزينها برضو تنتبه لسيناء. حضرتك مش مشكوره ولا حاجه، تبقى مشكوره ما تحافظ على ارواح الناس. انا بتكلم وتحمي الناس. انا بتكلم ممكن بالدكتور وحيد هيكون مفيد جدا، لان هو خبير شؤون فلسطينيه. انا بقول دي من كلاسيكيات القضيه الفلسطينيه، وتجاوزها خط احمر. وبالتالي لو حد يقول الاخوان انا ما صدقش، ما صدقش حد يقول حماس ما صدقش، في دم الدفع ودول حرب ودول حرب في فلسطين يعني. فانت عاوز ليه على طول؟ انا قلت هنا من باب الفصاحه طبعا، انا ما بتقولش حد اللغويه دي بشبك، مش ممكن يبقى عربي، مش ممكن يبقى مسلم، مش ممكن يبقى مصري. مش عاوز كلام. فكره الوطن البديل او التوطين في سيناء، انا دايما بقول في خطر، لكن ما بقدرش اصدق الحقيقه، لان الكلام تمنه بس ده بيتقال فادح، بيتقال استاذ عبد الله من بدري، وبيتقال على انه كمان كان هو المقابل دعم الامريكان لل في كلام ودراسات اسرائيليه كتير جدا، لكن انا ما صدقش ان في طرف عربي يتورط في هذا الكلام، لان الحقيقه لا، بدون كلام كتير، وانا يعني فعلا مش عايز استخدم التعبير ده كتير يعني، بقى عندنا ارتكار كلنا منه خيانه، هذا الموضوع بالذات خيانه يعني، وخيانه عظمى ولا تسقط بالتقادم. فارجو من قيادة الأخوان المسلمين، أنا عندي ثقة فيهم أو يتبقى لي شيء من الثقة فيهم في تاريخهم الوطني وحربه، أنا أرجو أن هذا الكلام لا يؤخذ كلام يعدي، ده كلام مهم جدا وخطير جدا، لابد من الرد أنه لا يوجد مكتب، عايزين نسمع كده بشكل، لا يوجد مكتب إعلامي، وأننا ضد فكرة الوطن البديل، وأن أيوة، وأننا مؤتمنين على الدولة المصرية، أيوة، وعلى حدود الدولة المصرية وعلى أرض سيناء ومؤتمنين على حدودها وسلامتها.